استعمال شيخ المظلة سواء في المطر أو في الشمس بالنسبة للمحرم، وكذلك يا شيخ الحزام مع العلم بأنه مخيط. لا بأس باستعمال المظلة الشمسية اللي يسمونها الشمسية أو استظلال بالخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخيمة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وأيضا ظللوا عليه وهو يرمي الجمرة، ظللوا عليه بثوب فوق رأسه، فلا بأس بذلك، لا تلامس الرأس، يعني هذا الظل هذا المستظل به لا يلامس الرأس بل يرفع عنه. نعم. وأما ما سألت عنه في السؤال اللي قبل هذا في أن الحزام فيه مخيط، نعم، ما يضر هذا، لو ما يصلح الحزام بدون خياطة، هذا ما يضر، فيه مخابي مخيطة فيه، لا يضر هذا. نعم.